بركة الله تعلن انطلاقة أول الأشواط، وهو شوطنا الخاص بالحول المحليات الأصايل الذي ينطلق هنا بمشاركة هذه المجموعات المتميزة وهذه الشعارات المتميزة التي انطلقت هنا بحثا عن ناموسها الأول ومنافسات الشوط الأول، وهو الشوط الرئيسي في حسابات العارفين بهذه الرياضة العربية الأصيلة والمحبين للمشاركة في سباقاتها. 6 كيلومترات هي المسافة المعتمدة لسباقات هذا الصباح، والتي ستحمل أيضا 16 شوطا في منافسات شعارات أبناء القبائل للتنافس على أرضية هذا الميدان في ختام هذا اليوم، ختام انطلاقات المسافات القصيرة، مسافة 6 كيلومترات، حيث سيبدأ الأسبوع الجديد والختامي بمسافة 8 كيلومترات. بسم الله وعلى بركته انطلقنا، ونحن نتابع مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هذه البداية الأولى، نتعرف على الأسماء التي تحمل كل الإثارة والتحدي والتنافس. نذهب إلى مقدمة الشوط، نتابع المركز الأول وما تحمله هذه البداية في وجود شواهين حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي، بينما المركز الثاني عودة إلى ند الشبا سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. المركز الثالث هي العاصمة لمحمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الرابع فن، المركز الرابع لمحمد بن حسن بن ثيمة العامري، بينما المركز الخامس وجود شديد في المركز الخامس محمد بن علي بن خليفة الرميثي، بينما سادسا تظهر هذه الأسماء والظبي محمد بن الدحبة بن قنزول العامري في هذه المنافسة القوية الأولى. انتقل إلى المركز الثامن، أتابع وجود التحدي من الدرعية سيف بن محمد بن هزيم المنصوري. والمركز التاسع، هذه رعود على المركز التاسع، مكتوم بن سعيد بن منانه في المركز التاسع. وعاشرا هنا تظهر التحديات من جبارة سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين. هذه الأسماء الأولى، أول ندانة مشاهدينا متابعينا الكرام، وما يحمله هذا اليوم من منافسات وانطلاقات وتحديات وتنافس في هذا السن الكبير سن الكبار، وهذه الحول التي تنطلق في أول الأشواط في وجود بعض الأسماء التي نعرفها جيدا ونعرف منافساتها وانطلاقاتها وتحدياتها على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، ننطلق هناك ونسير من البداية، نسير من انطلاقة هذه اللحظات الأولى حاملين هذه البدايات، حاملين هذه المنافسات على أرضية هذا الميدان. أبدأ من المقدمة، أبدأ بالصدارة وأعود إلى القائدة لهذه البداية، وهي ند الشبع سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. والمنافسة هنا تبدأ مع بداية هذا الشوط مع أول 3 كيلومترات من العاصمة محمد بن طالب بن عقيل المري، وهنا تقترب شديد شديد أيضا محمد بن علي بن خليفة الرميثي في هذه المنافسة. أعود إلى المركز الرابع في انطلاقة التحدي، ومحمد بن الدحبة بن قزول العامري يظهر بعد ظبي على المنافسات في هذه البداية. وهنا على المركز الخامس شواهين، في المركز حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي، كلها أسماء هنا تتنافس تنتظر أيضا مع هذه البداية، تنتظر مع هذه اللحظات لنتعرف على كل الأسماء المتواجدة. المركز السادس، من تتواجد على المركز السادس وهي فن اللي وصلت الآن في المركز السادس محمد بن حسن بثيمة العامري، يقدم فن وهي من حصلت أيضا على إنجازات متميزة في مشاركاتها جبارة في المركز السابع في تواصل هذه الانطلاقات سليمان بن حمد بن جبرين في هذه اللحظة. وهناك على المركز
التاسع. نعود مباشرة مع الدرعية سيف محمد بن نزيم المنصوري، والمركز العاشر تظهر لأول مرة مرموقة سيف بن خلفان بن سيف الغويص. هذه الأسماء والكل بدأ يتجه إلى المقدمة، إلى البداية الأولى، إلى الانطلاقة التي تحمل هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. يا سلام، شوف المنظر، شوف المنظر الثلاثي الذي يؤكد أن القوة متواجدة في هذه الأسماء وما تحمله هذه الأسماء من منافسات، من انطلاقات، من تحديات تبدأ في هذا الاندفاع وتبدأ في هذا المسار. الله 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 الله، أتابع العاصمة، العاصمة والبرنس محمد بن طالب بن عقيل المري هو القادم لهنا، يقود الدوحة إلى المركز، العاصمة إلى عاصمة دولة قطر وهي الدوحة ما شاء الله. بينما المركز الثاني ند الشباب سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل العامري الذي ينطلق أيضا مع المركز الثاني. شوف العاصمة هناك وند الشبه هناك والمركز الثالث تتواجد شديد محمد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه الأسماء المتميزة الثلاثية التي قدمت هذا الأداء الممتاز مع شروق هذا اليوم. نحن نبحث عن تنافس، نبحث عن انطلاق، نبحث عن تحدي واندفاع إلى هذا المسار. اقترب المقتربون، وصل بن قنزول هنا مع الضبي محمد بن الدحبة بن قنزول العامري، وخامسا فن بدأ التدخل في هذه اللحظة إلى المركز الرابع بوجود محمد بن حسن بالثيمة العامري. هذه الأسماء والكل يتوجه إلى المقدمة، ونحن نذهب مع سكان المقدمة الذين يتواجدون على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله، حيث الاقتراب في هذه اللحظات من نهاية هذا الشوط والاندفاع أيضا المباشر إلى المقدمة. يا سلام يا سلام، نذكر الجميع، نقول اللوحة القادمة لوحة التحدي والإثارة 1200، وصلنا إلى 1200، انطلقت الصدارة. وأشوف هناك ند الشبا، ند الشبا، وهي ند الشبا تنطلق إلى المركز الأول سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. يا سلام يا سلام، ند الشبا اسما على مسمى، اسما على مسمى، اسما تاريخي متميز ما شاء الله وتبارك الله. تنطلق تنفرد مع هذه اللحظة على المركز الأول، بينما المركز الثاني العاصمة محمد بن طالب بن عقيل المري، والمركز صار جديدة في هذه اللحظات وهذه الانطلاقات التي تبدأ أيضا لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي. خلاص خلاص، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ند الشبه سلام، ند الشبه سلام، صباحكم فل أيضا على هذا الاسم المتميز. الله 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 الله، إذا بدينا وند الشبه الطالع، شوفوا تلفت على اليمين وعلى اليسار، تنظر النفس أيضا إلى المركز الأول بانفراد تام، لا تأبه بأي من القادمين. الله 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 الله، ند الشبه إذا تتصدر هذا الشوط وتسجل أول انطلاقة في هذا الصباح، الانفراد البعيد البعيد، وخلاص ناموسنا الأول، ناموس الكبار، ناموس الكبار يذهب إلى ند الشبه. يا سلام يا سلام يا سلام، سهيل بن سالم محمد بن سهيل العمري وند الشبه تحتفل هنا، وسلام بنقول سلام ند الشبه اللي ركضت بهذا الأداء الممتاز، ونسلم أيضا على هل ند الشبه ونقولكم صباح الخير، صباح الناموس، صباح التفوق في انطلاقات الكبار. المركز الثاني مرموقة سيف خلفان الغويص وصلت في المركز الثاني، بينما المركز الثالث العاصمة لمحمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الرابع وجود العنود سلطان بن مطر بن مرخان، والمركز الخامس أيضا موجود جبار سليمان بن حمد بن جبرين على المركز الخامس. هذه المراكز الخماسية الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل والاندفاع على المقدمة. نتابع التوقيت، نتابع التوقيت وشو إذا 9 دقائق 14 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. جود مورنينج يا هالي ند الشباع على هذه البداية الأولى، تهانينا والناموس
بينما المركز الثاني كان من نصيب مرموقة اللي وصلت في المركز الثاني وقدمت أداء ممتاز أيضا يحسب لانطلاقتها في هذا الشوط، وهي تحمل أيضا 9 دقائق 22 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس. والمركز الثالث وصلت العاصمة في المركز الثالث محمد بن طالب بن عقيل أيضا يقدم هذه البداية ويقدم أيضا 9 دقائق 24 ثانية و3 من الأجزاء من الثواني. صباح الخير، صباح البداية، صباح الناموس مع هذا الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم أجمل تحية من هذا الموقع من ميدان سباق الهجنة العربية الأصيلة في المرموم في إمارة دبي، حيث تستكمل أيام هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير. واليوم يوم الطفح، يوم الدفع من الحولي والزمول، حيث مسافات الهجن الصغيرة، مسافات الحشوان اللي ترحب بالكبار على هذا الصباح الجميل. انطلق قبل قليل مشاهدين الكرام شوط الذلل الأصايل المهجنات لأبناء